قوله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فتبرأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام من جميع ما يعبدونه من دون الله عز وجل، ثم استثنى فقال: إلا الذي فطرني، وهو الله عز وجل. وهذا قد يقال إن الاستثناء فيه متصل، بمعنى أن هذا الاستثناء قد عمل، فيكون هؤلاء قد عبدوا الله عز وجل وعبدوا معه الأصنام والنجوم، ويمكن أن يكون هذا الاستثناء منقطعا فيكون المعنى إنني براء مما تعبدون لكن الذي فطرني فإنه سيهدين. ومما يؤيد الأول أن الأصل في الاستثناء العمل، فالأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، فلعلهم عبدوا مع الله عز وجل هذه الآلهة فلم تنفعهم هذه العبادة. والدليل الآخر ما جاء في سورة الشعراء، قال عز وجل: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. ثم استثنى قال: إلا رب العالمين الذي فطرني فإنه سيهدين. ولذا لو تأملتم لوجدتم أنه وصف الله عز وجل بأنه هو الفاطر، قال: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي فطرني فإنه سيهدين. وهنا قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فالآيتان تلتقيان في موضوع واحد.